يلا بينا. اهلا واضح، انا ابرام سمير. انا لو قلت دلوقتي مش هيبقى سر، ولو ما قلتوش قبل كده يبقى كده يبقى سر خطير، ولو قلت دلوقتي يبقى هتفضح. نبات الملوخيه. تيمون او بومبا؟ لا بومبا، يعني ابقى صديق لبومبا، لان يعني بومبا بصراحه بيشيل كتير قوي عن تيمون. قصه شعر. انا الى حد ما راضي عن اللوك بتاعي، بس ممكن انا حاولت قبل كده ان انا انزل جيم، علشان كذا حد قال لي يعني ما تملى شويه كده بتاع، فانا حاولت اعمل كده مش بناء على رغباتي لان انا تمام، بس بناء على مطالب ناس كتير، بس فشلت صدقني. بنام في اي حته. الموتوسيكلات، بخاف من الموتوسيكلات جدا. ايه؟ روح كاس العالم، اتفرج يعني اتفرج على كاس العالم. تهنام، انام كتير بقى وهاجل كل حاجه، ما انا خالد بقى فما كنتش هعمل اي حاجه. كان في ايام حلوه جدا في حياتي، بس كان منهم يوم نتيجه ثانويه عامه، كنت محطم جدا واتفاجئت ان انا جايب مجموع حلو، فهم في البيت عندي يعني كان اسعد يوم بالنسبه لهم لحد دلوقتي اعتقد، فيعتبر اسعد يوم في حياتي. شكرا واضح.